خير يا فندم. فندم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودي بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة 55. وزي ما قلنا احنا ان شاء الله بنوعد يعني سيادتك وكل الزوار بدوره متميزه ان شاء الله هذه السنه. جناح الهيئه المصريه للعمل للكتاب احنا بنعرض فيه احدث الاصدارات والمشاريع الثقافيه اللي لينا، وحبينا ان هو كمان جناح يعبر عن الهويه المصريه من خلال صور لكتاب وادباء، وكمان محتوى مهم عملت عليه الهيئه المصريه للعمل للكتاب سواء محتوى حديث او تراثي او غيره. وشرفنا من خلال ان احنا يكون عندنا التعاون المشترك اللي بيننا وبين وزاره الاوقاف ومعالي الوزيره ومعالي وزير الاوقاف، اشاروا ان موسوعه رؤيه في احدث اصدار ليها ان هي تكون متوفره بين ايدين الناس وتبقى هديه للاسره المصريه، لانها موسوعه تحارب الافكار المتطرفه وكمان مهمه في تجديد الخطاب الديني في شكل الحديث، ودي يعني هديه متواضعه لمعاليك فندم. جناح الهيئه بيضم احدث اصدارات لمشروع طه حسين سلسله المصريات الخط الكوني، كمان احنا عندنا مشاريع جديده بنقدمها زي مشروع حكايات النصر اللي هو بيعبر عن الاحتفاء ب50 سنه على انتصار اكتوبر المجيد، كمان ديوان الشعر العربي لدينا كتاب عن العاصمه الاداريه، وده اول كتاب يصدر للجمهور المصري على العاصمه الاداريه الجديده باسم عاصمه الخلود. استاذ سيادتك يعني انتهز الفرصه دي واقدم لحضرتك ده جزء مهم جدا
ده خاص لحضرتك. انا اللي عامل الكتاب. ربنا يخليك يا محمد. مفيش كلمه في الكتاب غريبه عن حضرتك، بس انا لميتها لانه ده واجب عليا. الكتاب يا فندم صدر ان شاء الله، احنا هنوصل ان شاء الله نتكلم عنها بعد مضاعفه المأهول بالعمران ان شاء الله يا فندم. انا اتعشم انه حضرتك تشوف يعني. شكرا. وكمان سعادتك الكتاب ده صدر كمان في 30 يونيو بالتزامن مع 30 يونيو، احنا حريصين يا فندم ان يبقى في قيمه مضافه للقارئ المصري من خلال معرفه قوية ورصينة، وفي نفس الوقت هذه المعرفة تكون ما بين يعني في متناول القارئ المصري. عفوا انا موجود. المشير أحمد بدوي وزير الدفاع لواجه دولة حرب ذي الأسباب. من أبطال حرب أكتوبر المدينة، ولد المشير أحمد بدوي في محافظة الأسكندرية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1948. شارك في حرب أكتوبر المدينة عام 1973، واستطاع عبور قناة السويس بفرقته من مطرح الجيش الكامل في الميدان، وصد الهجوم الإسرائيلي على مدينة السويس عندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الطرد، واندفع بقواته إلى عمق سيناء لخلخلة الجيش الإسرائيلي. تمكن من عدم احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينم منها العدو أبدا. حافظت على جميع معداتي وأسلحتي وقاتلت العدو ورصيت على جميع اشتباكاته بعمق، وطورت الهجوم وعدلت مواقعي وكسبت أراضي جديدة. نتمنى لحضراتكم زيارة سعيدة. جيت أكثر حرب طارق علي الدسوقي هيئة البحوث العسكرية. حزام هيئة البحوث العسكرية مكتبة التراث العسكري، وتضم نسخ أصلية لإصدارات الجيش المصري منذ القرن التاسع عشر من كتب ومراجع عسكرية. قسم المعرفة العامة، ويضم كتاب الجيش المصري وسبعة آلاف عام من الزمان باللغة العربية واللغة الإنجليزية، كتاب دور مصر في الحرب العالمية الأولى باللغة العربية واللغة الإنجليزية، أحدث إصدارات مجلة الدفاع والمجلة العسكرية ومجلات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، أحدث إصدار لأطلس العالم وجمهورية مصر العربية. قسم التاريخ العسكري، ويضم مجلدات تاريخ مصر القديم والوسيط والحديث، بالإضافة لأبرز المعارك التي خاضها الجيش المصري عبر العصور. قسم الشخصيات العسكرية، ويضم أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 من القادة والضباط والجنود، بالإضافة لأهم الشخصيات التي أثرت الحياة العسكرية والثقافية والمدنية في مصر. قسم العلوم البحثية، ويضم أحدث إصدارات مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كما تحرص القوات المسلحة المصرية على اقتناء أحدث إصدارات موسوعة جينيس لمواكبة التسليح العالمي. قسم القوات البحرية والجوية للدفاع الجوي بالقوات المسلحة المصرية، يتضمن أحدث إصدارات لمجلات القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، كما يضم مجلدات عن نشأة وتطور القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي. يوسف محمود الحسيني، الهيئة الهندسية. أعرض لسيادتكم قسم معروضات الهيئة الهندسية وهيئة الإمداد وتمويل القوات المسلحة، ويضم أحدث إصدارات إدارة المساحة العسكرية من الخرائط الطبوغرافية أطلس العالم وجمهورية مصر العربية، خرائط الطرق وخرائط شبكات المواصلات، دليل خرائط السياحية، بعض الخرائط السياحية،
بالإضافة يا فندم لبعض منتجات هيئة الإمداد والتموين، أهمها المنتجات الغذائية والخدمات البيطرية والخدمات الطبية المقدمة للقطاعين المدني والعسكري. شكرا. رائده اقليميا ومتميزه عالميا في مجال العلوم العسكريه التخصصيه لاعداد وتاهيل الضابط المقاتل. ويضم القسم اسلوب الالتحاق بالاكاديميه العسكريه المصريه والكليات العسكريه اخر اصدارات من مجله الاكاديميه العسكريه المصريه والكليات العسكريه، اصدارات خاصه بالكليه الفنيه العسكريه. تمام يا فندم. جهاز العمل النفسي للقوات المسلحه واحد الجهات العلميه المختصه بتنفيذ انشطه التنميه البشريه والعلوم السلوكيه اللي بتمارس على المستوى العسكري او المستوى المدني في السلم والحرب وفي اداره الازمات. والهدف من انشاء يا فندم معونه القياده العامه للقوات المسلحه ان هي تقدر ان هي الوصول للفرد بالتكيف والتوافق والرضا النفسي للوصول لليش بتحقق ارتفاع الروح المعنويه. وانشطه جهاز العمل النفسي يا فندم عده مجالات، اهمها يا فندم فرع الاختبارات والقياسات النفسيه. والفرع ده يا فندم من مهمته ان هو بيعمل على تحليل العمل سواء للمهمه او للوظيفه، ويا فندم سواء للمؤسسات العسكريه او المؤسسات المدنيه زي هيئه الطاقه النوويه، هيئه السكك الحديد، سائقي مترو الانفاق، وزاره الماليه، وزارة الأوقاف. وكل ده يا فندم الغرض منه ان احنا وضع الفرد المناسب في المكان المناسب عشان نقدر نقلل من الوقت والجهد. ومن الأمثلة برضو يا فندم فرع البحوث بيعمل العديد من الإصدارات النفسية والبحوث النفسية في مجال العلوم السلوكية، وأيضا العديد من المنشورات والمطويات والإصدارات يا فندم. وفي أمثلة هنا اختبارات نفسية، جهازين بيقيسوا الاختبارات النفسية اللي اشتغلنا عليه، اختبار بيقيس تصنيف الشخصية واختبار نفس حركي. شكرا يا فندم. قسم نظم المعلومات يقوم معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة بتقديم الدعم الكامل للقطاع العسكري والقطاع المدني، وذلك تنفيذا للتوجيهات السياسية والعسكرية، حيث يقوم بتدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع على برامج الرقمنة والتحول الرقمي في إطار الانتقال للحوكمة الإلكترونية ومواكبة الثورة التكنولوجية العالمية. ويضم قسم نظم المعلومات للقوات المسلحة مجموعة من البروشورز والكتب الخاصة بالدورات التدريبية التي يتم تدريسها داخل معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، وكذلك مجموعة من الاسطوانات المدمجة محمل عليها بعض من الأفلام الوطنية لجمهورية مصر العربية. شكرا يا فندم. تمام يا فندم. معهد اللغات للقوات المسلحة، سيادتك فندم، المعهد أنشئ عام 1981. معهد اللغات يا فندم بيقوم بتأهيل المجتمع المدني وكذلك المجتمع العسكري في مجال اللغات. المعهد سيادتك بيدرس 16 لغة مختلفة. سيادتك فندم عندنا بعض نماذج من اللغات، عندنا اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة العبرية، اللغة الأردية. كمان يا فندم بعض القواميس اللي المعهد قام بعملها، آخر حاجة سيادتك فندم بالنسبة لنا ترجمة لأهم الكتب العالمية للمعهد. أي أوامر سيادتك فندم؟ مساء الخير يا فندم. مع حضرتك مايا رمضان من إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة. هكون مع حضرتك في جولة سريعة عن إدارة النوادي وأبرز الخدمات المقدمة. في البداية أول نادي أنشئ في إدارة النوادي هو كان نادي الزمالك، وأنشئ عام 1938. ومنذ ذلك الوقت استمرت أعمال الإنشاء والتطوير إلى أن وصلنا إلى 74 نادي وفندق مقسمين في جميع أنحاء الجمهورية. وأما بالنسبة للشق الرياضي فإدارة النوادي بتقدم جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية للمجتمع المدني والمجتمع العسكري. ومواكبة للتطور التكنولوجي الذي بنشهده تم إنشاء موقع خاص لخدمة المدنيين وموقع آخر لخدمة العسكريين، وتم تفعيل خدمة الواتساب والهوت لاين لضمان الخدمات المقدمة للمجتمع المدني والمجتمع العسكري. شكرا. قدم أحمد سعيد فرج، إدارة تجنيد القوات المسلحة. تقوم إدارة تجنيد القوات المسلحة بتقديم الخدمات التجنيدية للمواطنين داخل وخارج الجمهورية عن طريق شبكة الإنترنت. على سبيل المثال فندم استخراج تصريح السفر، استخراج شهادات الإعفاء، استخراج النماذج التجنيدية. ومدة فندم استخراج تصريح السفر من 15 ل 30 دقيقة فندم على الواتساب. أي أوامر فندم؟ We'll be right back.
مصدرات الامن القومي وفقا لتوجيه القياده السياسيه الصادر لنا 2019 بتسليط الضوء على القضايا ذات الابعاد الامن القومي. فقد تم اصدار حتى الان 29 دراسه شرطيه في هذا المجال، كان اولهم مخططات اسقاط الدول من الداخل وكيفيه مواجهتها، ومن ضمن اخر الدراسات انعكاسات الامنيه حركه اللجوء في ظل النزاعات المسلحه على الامن القومي المصري، وتتنوع الدراسات الاخرى اصدارات مكافحه الارهاب. ودي سيادتك بنصدر نعرض فيها الاصدارات اللي بيتم تدريسها في دبلومه مكافحه الارهاب والفكر المتطرف للضباط الدارسين في كليه الدراسات العليا، وايضا الرسائل الدكتوراه المقدمه للحصول على درجه الدكتوراه والمسابقات البحثيه في هذا الشان، وده اللي بترسخه وزاره الداخليه في ترسيخ حركه البحث العلمي. المكتبة الثالثة والرابعة وهي خاصة بسلسلة الدراسات الأمنية المتخصصة، وهم يتألفوا من 13 نوعية من نوعيات الدراسات الأمنية في كافة المجالات الشرطية. ننتقل سيادتك إلى المكتبة الخامسة والستة، وهي بنعرض فيها المناهج الدراسية من المواد القانونية أربع سنوات، وأيضا بعد وأيضا يا فندم المناهج الدراسية اللي بيتم تدريسها لطلبة القسم الخاص يا فندم. دي المؤتمرات والندوات العلميه للوزاره بتقوم بتنظيمها، وكانت اخرهم ندوه هامه تحت عنوان الانعكاسات الامنيه لقضيه الزياده السكانيه. والمكتبه الاخرى في تتضمن اصدارات كليه الدراسات العليا، وهي تضم رسائل الدكتوراه المقدمه من الساده الضباط دكتوراه، وتم مؤخرا اصدار الموسوعه العلميه للضباط الحاصلين على درجه الدكتوراه في علوم الشرطه من 1975 حتى 2023، وهي بتضم أكثر من 500 رسالة دكتوراه، وبتحوي الموسوعة ملخص لكل تلك درجات الدكتوراه وأهم النتائج والتوصيات الخاصة بها. المكتبة التاسعة فندم، وهي تحتوي على الأبحاث المقدمة من ضباط الشرطة المتدربين في كلية التدريب والتنمية في الفرق التدريبية المختلفة. والمكتبة العاشرة وهي إصدارات حقوق الإنسان، أبحاث علمية ودراسات، وكان عندنا دراسة هامة جدا تم أصدرناها تعامل أمني مع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المرئية، ودي بيتم تدريب كافة فئات العنصر البشري الشرطي على كيفية التعامل مع تلك الفئة. أيضا بتحرص وزارة الداخلية على تحديث سنوي لإداري الخدمات الشرطية المقدم للمواطنين وإتاحته بصورة مقروءة، وأيضا بصورة مقروءة بطريقة البرايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وأيضا إحنا بنحرص إن إحنا نوفر الذكية، بخلاف سيادتك إن إحنا بنوفره عن طريق الإشارة، لغة الإشارة والمسموع وأيضا المرئي. حضرتك الشرطة المصرية، ودي سيادتك بترسخ جهود وتضحيات رجال الشرطة في 25 يناير 1952 وبعض الإصدارات التاريخية وقواميس الشرطية والتراجم الشرطية والمجلات العلمية لكيانات الأكاديمية. وبخلال سيادتك النشرات التوعوية والمراصد الأمنية والمطوات أيضا التوعوية، ويعني حضرتك طبعا بتشرفنا يا فندم، وكل سنة ومعاليك طيب، وبنستسمح سيادتك بمناسبة عيد الشرطة كلمة حضرتك. We'll be right back.
شرف كبير لنا ان احنا نكون معزومين هنا كضيف شرف في معرض الكتاب. اشكرك واشكر مصر انها تدعو النرويج. زي ما انتم شايفين الجو قد ايه النرويج. حابين نبين الطبيعة في النرويج زي ما انتوا شايفين الخشب فاتح لأن الإنسان النرويجي بيحب الطبيعة. ودي فرصة جيدة جدا ان احنا نتقابل مع كتاب المصريين وكتاب النرويجي. شكرا معلوزة.